مع ان اكيد الجماهير المصريه بالتحديد زعلانه على ليفربول، لكن بصراحه برشلونه وميسي. ميسي يعني اللي تتفرج عليه تقول ازاي هو بيعمل ايه، هو احنا بنلعب ايه اساسا والناس دي بتلعب ايه؟ هدفين ولا اروع، احرزهم النجم العالمي ميسي. هدف الهدف الثاني تحديدا، كمان مش الهدف الفاول، الفاول على فكره ميسي بيجيبه كتير يعني، لكن الهدف الثاني تحس بكميه لعيب كبير قوي 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 يعني، اي لعيب مكان ميسي كان حطها بدماغه وخلص الموضوع، لكن ده خدها على صدره كده في الجون. موضوع كبير عند اللعيبه دي، وكره مختلفه تماما واساليب مختلفه تماما وتفكير مختلف تماما واحترافيه مختلفه تماما، لكن في النهايه بيستحق المكسب برشلونه زي ما النادي الاهلي استحق النهارده المكسب في الدوري العام. هارد لك لمحمد صلاح النهارده، لكن سوء الحظ الكرة اللي في العارضة في الآخر وضغط الأعصاب بعد نتيجة تقيلة 3-0، أعتقد أنها كانت برضو مؤثرة لمحمد صلاح، لكن محمد صلاح عمل ماتش كويس جدا، كان لفت الأنظار بشدة، كان هو التقيل قوي في ليفربول بصراحة النهاردة، كان بيقوم بشخصية كبيرة جدا في ليفربول، لكن معلش هارد لك يا صلاح، وإن شاء الله تعوضها في المسابقات القادمة. أعتقد أن الموضوع صعب جدا بالنسبة لليفربول أن هو يكسب 4 أهداف، لكن مفيش مستحيل في الكورة، لكن مع برشلونة بصراحة بيبقى الموضوع شبه مستحيل شويه. ممكن مع برشلونه هو يعمل ريمونتادا زي ما عمل قبل كده مع باريس سان جيرمان وكسب 6 أهداف، لكن موضوع صعب على ليفربول. هنستنى الماتش اللي جاي، وكل التوفيق لصلاح في المباريات القادمه باذن الله. عندهم دوري، موضوع صعب برضو مع السيتي، لكن ان شاء الله يطلعوا بحاجه السنه دي. مش هنتكلم كتير في مباراه برشلونه، هيكون معايا ايمن محمد الناقد الرياضي، هنتكلم معاه في كل حاجه في المباريات العالميه وكمان شكل الدوري، يكون معايا الاستاذ محمد صادق الصحفي الكبير ان شاء الله في الفقره الثانيه. نرجع